اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمني يرحم الراحمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وخطيئة وتوب إليه، وهو حي دائم قائم لا يفوت ولا يموت، وهو على كل شيء قدير.